صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق، هل هذه الآية من آيات الصفات أم إنه تعبير عن شدة هول يوم القيامة؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذه ليست من آيات الصفات، وإنما إثبات الساق ثبت في الصحيح، ثبت في الحديث الصحيح لله عز وجل، وليس من هذه الآية، لأنه في الآية لم يضف، قال يكشف عن ساق ولم يقل عن ساقه. هذا رأي الشيخ تقي الدين فيما أعلم فيما قرأت له، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله سمعته يقول الآية تدل على إثبات الساق لله عز وجل. الله أعلم. نعم.